الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. شخص ثري يملك أموالا طائلة، يبحث عن شخص يفوض إليه أمواله، فإذا وجد أحد أبنائه مثلا، أحد أقربائه، أحد العمال عنده، وجد شخصا يتصف بدرجة عالية من الأمانة وبدرجة مقبولة من الفهم في التجارة، يفوض إليه أمواله، يعطيه دفاتر تشيكات، يعلمه رؤوس الخيوط لتجاراته، الأمور تكون بيد هذا الشخص الأمين. هو يذهب، هذا الإنسان الثري يرتاح أو ينشغل بأمور أخرى بمهام ثانية. هذا يحصل كثيرا، خصوصا عندما يكبر الشخص، وخصوصا بالنسبة إلى بعض أبنائه. هذا يحصل كثيرا، الأب يعطي وكالة كاملة مطلقة في كل تصرفاته لأحد أبنائه. هذا يحدث كثيرا. لماذا؟ لأنه يطمئن إلى تصرفات هذا الشخص. أمين وفاهم. طبعا هذا الشخص الأمين الفاهم يمر بمراحل امتحان،
حتى يطمئن هذا الثري أنه أمين، أنه فاهم. الله سبحانه وتعالى يعرف ويعلم تفصيلاً ما تكون للمخلوقات من الصفات قبل أن يخلق أي مخلوق، كان يعلم. وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيخلق قبل أن يخلق الخلق، كان يعلم أنه سيخلق 14 شخصا. هؤلاء يتمتعون بكل العلم، ليس فقط فاهمون عالمون، يتمتعون بكل العلم، يتمتعون بكل الحكمة، يتمتعون بقمة الأمانة. كان يعلم أنه سيخلق هكذا مخلوقات، فبالفعل أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق أنوار هؤلاء 14 محمد وآل محمد. يتمتعون بالعلم والحكمة، طبعا أمناء قمة درجات الأمانة، يعلمون ما يريده الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. ففوض إلى تلك الأنوار الخلق كله وتدبير الخلق. أعطاهم القدرة من الله سبحانه وتعالى، هذه القدرة، وأمرهم. هؤلاء الأنوار، هذه الأنوار خلقت كل شيء ودبرت أمور كل الخلق، كل الأمور. هذا المعنى الذي ذكره جمع من كبار العلماء، لا أرى في هذا المعنى أي شيء يكون فهمه صعبا. طبيعي، ولكن لا زال كثير من المؤمنين عندهم صعوبة في استيعاب هذا الأمر، عندهم صعوبة في الإذعان بهذا الأمر. لماذا؟ المشكلة أين؟ المشكلة أن هذه الفكرة هي شرك بالله عز وجل، واضح أنها ليست شركا، واضح بديهي. هذه الفكرة ما تقول أن الله عز وجل أعطاهم العلم والحكمة والقدرة وأمرهم، شرك بالله؟ أصبحوا هؤلاء شركاء الله عز وجل؟ لا، حاشا لله، الله أعطاهم، أين الشرك؟ إذن ما المشكلة في هذه الفكرة؟ لماذا بعض المؤمنين أقول المؤمن معناه أنه يؤمن، أنه يسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما، تسليم، التسليم معناه أنه الشيء الذي ذكره رسول الله
الشيء الذي ذكره أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا تسليم، أنا أقبله. أصلا الإيمان هذا، بدون هذا لا يكون الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم بدون هذا التسليم الإنسان ليس مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون، بدون التسليم الشخص ليس مؤمنا إيمانا حقيقيا. الشخص المؤمن يؤمن ما قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية يقبله، ما ذكره أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مواصفات الجنة شيء غيب، هذا من الغيب، نحن لم نرى الجنة، لا نعرف ما هي الجنة، كيف تكون الجنة. الأشياء التي ذكرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مواصفات الجنة نقبلها نؤمن، في مواصفات النار نؤمن، ما يوجب دخول الإنسان إلى النار نؤمن، ما يوجب دخول الإنسان إلى الجنة نؤمن، هذه كلها من الغيب. كيف خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة نؤمن، هذا من الغيب لا نعرفه نحن. الذين يؤمنون بالغيب نؤمن، ولكن نصل إلى هذه القضية تحصل المشكلة، تحدث مشكلة للشخص لا يتمكن أن يقبل. لماذا؟ ذاك غيب، هذا غيب، ذاك لم نره ونقبل من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نسلم تسليما، هذا أيضا نقبله من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نسلم تسليما. في القضايا الأخرى نسمع حديثا شريفا واحدا نؤمن، خلاص لا يحتاج المؤمن أكثر من هذا. أن يصح شيئا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أهل البيت قالوا هذا شيء، خلاص القضية سهلة على المؤمن، سهلة. غير المؤمن يسأل ما هو الدليل، لماذا، كيف. المؤمن لا يسأل هذه الأسئلة، المؤمن يسلم. هذه أيضا قضية من القضايا، حالها حال بقية القضايا. لماذا كثير من المؤمنين أقول يصلون إلى هذه القضية لا يتمكنون أن يستوعبوا أصلا أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق إلى أهل البيت، ما المشكلة؟ مرة الشخص يسأل أين الدليل من كلمات أهل البيت، هذا كلام صحيح يلزم أن يسأل. من قال لك أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا هذا المعنى؟ نعم، هذا سؤال صحيح في محله، لا نقبل شيئا من غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ذكرت لك حديثا شريفا، حديث واحد يكفيك، إذا دل حديث شريف واحد على هذا المعنى يكفي من دون مشكلة، القضية جدا طبيعية للمؤمن، يعني ينبغي أن تكون هكذا. يوجد دليل من كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حديث شريف واحد صح عن أهل البيت عليهم السلام كافي. في جلسة سابقة قبل أشهر ذكرت لهذا المعنى ثلاثة أدلة من النصوص الشريفة، لا أقول ثلاث روايات، لا، روايات بكثرة، ثلاثة أدلة، ثلاث طوائف من الروايات، لا ثلاث روايات، طائفة من الروايات اعتبرناها دليلا، طائفة، وطائفة ثانية دليلا، وطائفة ثالثة دليلا، ما كان يكفي؟ أتصور أنه تأثر من مذاهب أخرى تحصل للإنسان المؤمن أحيانا، يتأثر بعض القضايا يصعب عليه تلقيها أصلا،
لماذا؟ لأن أبناء مذاهب أخرى يعتبرون ذلك شركا ويصرخون شرك. هذا بعيد عن المؤمن. المؤمن ينظر إلى كلمات رسول الله، إلى كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا عليه بما يقوله الناس. لاحظوا الفقهاء الكرام أدام الله ظلهم يصلون إلى مسألة شرعية، حكم إلزامي مهم، يجدون رواية واحدة شريفة خلاص، يقول الشيء الفلاني واجب، الشيء الفلاني حرام. تعلمون كلمة واجب كلمة جدا صعبة، ليس لأحق أحد أن يقول من نفسه أن الشيء الفلاني واجب أو الشيء الفلاني حرام، والفقهاء يعرفون ذلك جيدا. نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى هذا من الكبائر إذا لم يكن هناك دليل كافي. هو الفقيه يرى رواية معتبرة واحدة يفتي بكل ارتياح، يفتي في هذه القضية. عندنا روايات، طوائف من الروايات الشريفة، ذكرت ثلاثة طوائف، ثلاث طوائف. أذكر لكم دليلين آخرين من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا الأدلة لا تقتصر على هذا المقدار. الدليل الرابع مما يدل على هذا المعنى الذي ذكره بعض كبار العلماء، هذه العبارة واردة في روايات عديدة، هذا المعنى وارد في روايات عديدة وبعبارات متشابهة، أن الله سبحانه وتعالى بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فتح وبهم يختم. في حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما يقول: نحن الذين يفتح أو يفتح بنا ويختم أو يختم بنا. في عبارة واردة في إحدى الزيارات التي هي من أصح زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول هكذا خاطبه، يعلم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كيف نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ضمن هذه العبارات التي يعلمنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كيفية الخطاب، نقرأ هذه العبارة: بكم فتح الله وبكم يختم الله. بكم باء، هذه الباء باء الباء الجارة من حروف الجر، الباء الجارة لها معاني، من جملة معاني الباء الواسطة، هكذا أنا أعبر عن هذا المعنى، هم يعبرون تعبيرا ثانيا النحات الواسطة، كما تقول هذا المثال الواضح الذي يذكرونه في كتب النحو، يقولون مثاله كتبت بالقلم، يعني بواسطة القلم. أرسلت المال إليك بالصراف الفلاني، يعني بواسطة هذا الصراف. بالبنك، يعني بواسطة البنك. باء من معانيها الاستعانة. الاستعانة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى غير ممكنة، الله لا يستعين بأحد، لا يحتاج إلى معونة أحد، فتكون بمعنى الواسطة، يعني بواسطة الأشياء. بكم فتح الله، يعني ماذا؟ إحدى المعاني ولعلها أقوى المعاني، أظهر المعاني في هذه العبارة الواسطة، يعني بواسطتكم فتح الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بداية بواسطتكم فتح الله وبكم يختم،
بداية بواسطتكم، نهاية بواسطتكم. الوسط كيف يكون؟ واضح. هذا المعنى، هذه العبارة تدل على أنه من هنا إلى هنا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع. أول ظالم وآخر تابع بس؟ لا، يعني من أول ظالم إلى آخر تابع، يعني من هنا إلى هنا. من البداية، من الفتح إلى الختم بكم، بكم فتح الله وبكم يختم الله بواسطتكم. ويؤيد أن الباء هنا بمعنى الواسطة الذي يعبرون عنه بالاستعانة، مما يدل على أن الباء هنا بمعنى الواسطة هو سياق هذه العبارات، مجموعة عبارات بعد قليل إن شاء الله أذكرها لكم، مجموعة عبارات الباء فيها العبارات السابقة على هذه العبارة التي نقلتها لكم واللاحقة لهذه العبارة، الباء فيها كلها بمعنى الواسطة، هذا يسمى بالسياق. سياق هذه العبارة من قبلها ومن بعدها يدل على أن الباء هنا للواسطة. طبعا هناك معاني أخرى للباء أيضا صحيحة هنا في هذه العبارة، لا منافاة بين المعاني المختلفة في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، المعاني تلك أيضا صحيحة ولا علي بها الآن، ولكن هذا المعنى أيضا صحيح، وهذا المعنى هو أظهرها، أظهر المعاني. لا يكفي هذا المقدار؟ هذه الرواية الشريفة، هذه العبارة الواردة في روايات عديدة، ليست رواية واحدة، روايات عديدة، لا يكفي هذا المقدار؟ نحتاج إلى دليل آخر؟ لماذا؟ كافي خلص، بكم فتح الله وبكم يختم الله، خلص أنا مؤمن. العبارة غير دالة؟ لا هي دالة، غير ظاهرة هي ظاهرة، كافي. دليل خامس، أحيانا الإنسان يقرأ أو يعرف معلومة جزئية ثم معلومة جزئية ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، معلومات جزئية، ولكن هذه المعلومات بسبب كثرتها وتنوعها توجب للإنسان معرفة قانون كلي. يعني مثلا أنت تعرف أن الحكومة الفلانية حكومة سفيهة، من أين علمت؟ هي قالت أنا سفيهة؟ لا. هي كتبت أنها سفيهة؟ لا. أنت رأيت تصرفا معينا لهذه الحكومة، تصرف سفهي، تصرف ثاني سفهي، تصرف ثالث سفهي، تصرف رابع سفهي، تصرفات جزئية في قضايا جزئية، أخذت معلومة كلية قانونا كليا، هذه الحكومة حكومة سفيهة. بعكس ذلك حكومة حكيمة، من أين علمت أنها حكيمة؟ رأيت تصرفا حكيما من هذه الحكومة، تصرف ثاني حكيم، تصرف ثالث حكيم، تصرف خامس حكيم، علمت أنها حكيمة تحمل حكمة، من أين اكتشفت هذا الشيء؟ من مصادق جزئية. أصلا بصورة عامة كيف تكون طرق الحكومات في الإدارة للحكم؟ من أين تعلم طرقهم؟ من قضايا جزئية، عادة هي لا تقول كيف أدير أنا الحكم. المعلومات الجزئية أحيانا تكشف للإنسان قانونا كليا. هناك عبارات عديدة في موارد مختلفة في العديد بل الكثير من الروايات الشريفة تكشف لنا أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في خلق بعض القضايا الجزئية. من هذه الجزئيات، من مجموع هذه الجزئيات يستكشف الإنسان قانونا عاما. الله عز وجل وسط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في خلق الشيء الفلاني، وسط أهل البيت في خلق الشيء الفلاني، الشيء الثالث، الرابع، العاشر، أشياء مختلفة، أشياء عديدة بل كثيرة ومختلفة متنوعة، يستكشف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم الواسطة في خلق الأشياء. أقرأ لكم عبارة، عبارات، هذه العبارات واردة في روايات عديدة بل كثيرة.
في إحدى في هذه الزيارة التي هي إحدى أصح زيارات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، نقرأ هذه العبارات. لاحظوا قضايا مختلفة. بكم يبين الله الكذب بواسطتكم. بكم يعني ماذا هنا؟ الباء هنا بمعنى الواسطة، استعانة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بمعنى الواسطة، الله لا يستعين. بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب، الزمان الصعب، بكم بواسطتكم وبكم، هذا الذي أقول سياق، وبكم فتح الله وبكم يختم الله. لاحظوا السياق، الباء هنا بمعنى الواسطة، بكم فتح الله وبكم يختم الله أيضا بمعنى الواسطة، بقيته وبكم يمحو، وبكم بواسطتكم يمحو ما يشاء، الله يريد أن يمحو شيئا، بكم يمحو، وبكم يثبت، يمحو بكم، بكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. هذه الكلمة مرة شرحتها، كلمة جدا عظيمة لنا للمؤمنين. ترى يعني نقصان، عندنا نواقص، نحن نواقص كثيرة. الله سبحانه وتعالى كيف يدرك هذه النواقص؟ كيف يجبر هذه النواقص؟ بكم، بواسطتكم. هذه العبارة، هذه الكلمة بالذات مليئة بالأمل للمؤمن، مليئة بالأمل. أملنا بهذه الكلمة، نحن نواقصنا تدرك بهذه، بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. لاحظوا أشياء مختلفة، أشياء عديدة وكثيرة، أبعاد مختلفة. وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار ثمارها أو أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها، وبكم يكشف، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض، تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم، في عبارة في نسخة، وبكم تسبح الله، تسبح الله الأرض التي تحمل أبدانكم. التسبيح بواسطتكم، إما تسبح أو تسبح، المعنيان. وبكم تسبح أو تسبح الله الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر، هي تسبح، يلزم أنه أرض تتحرك بهذه السرعة لا يقع عليها شيء، كرة اجعل عليها شيء واجعل هذه الكرة تسبح، تسير، كل شيء يخرج، كل شيء يسقط منها، لا، الله عز وجل يجعل الأرض تسبح بكم بواسطتكم وتستقر جبالها عن مراسيها أو على مراسيها. اقرأ هذه مقطع من زيارة، اقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأ روايات أخرى، هذه تكشف لنا أن القضية ليست خاصة بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في أن يمسكوا السماء أن لا تقع على الأرض، ليست القضية خاصة بشفاء المريض، بما تغيظ الأرحام، بما تزداد الأرحام وما تغيظ، لا، القضية ليست خاصة بهذه الجزئيات، قضية كلية. واللطيف في هذه الزيارة بعد هذه العبارة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعطينا قانونا كليا، هو يصرح بدون تصريح الإمام الصادق، أيضا كانت القضية واضحة مباشرة بعد العبارة الأخيرة، الإمام يعطي القانون الكلي، والقانون الكلي شرحته لكم سابقا. بعد هذه العبارة يقول: إرادة الرب في مقادير أموره،
أول الجزئيات ثم القانون الكلي. إرادة الرب، ما أراده الله سبحانه وتعالى في مقادير ما قدر أموره، يعني كل أموره، الجمع المضاف يدل على العموم، يدل على الشمول، يعني كل، فيما قدره الله من الأمور كلها. ماذا قدر؟ خلق، رزق، إماتة، إحياء، شخص يصبح غنيا، شخص يصبح فقيرا، كل الأمور. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. ليس كافيا، أقل من هذا كان كافيا للمؤمن. كلمة واحدة كافية للمؤمن، معنى معقول لا مشكلة فيه. وهذا المعنى المعقول ورد فيه رواية واحدة كافي، فكيف بهذه الروايات الكثيرة؟ لا نستصعب القضية، القضية عادية جدا. إرادة الله، الله أراد شيئا خلاص. كيف وأننا بعقولنا الصغيرة نفهم هذا الشيء أيضا؟ يعني نحن نعرف أن المباشرة من الله سبحانه وتعالى غير ضرورية، الله لا يحتاج أن يباشر بالأشياء، يتمكن أن يجعل وسائط، يتمكن أن يعطي القدرة لوسائط. كيف وأننا ندرك أن الأشياء لا تتمكن أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى إلا بوسائط؟ يا أخي القضية جدا واضحة، الله عز وجل أوامره ثقيلة، خطابه ثقيل. رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين، عندما كان يوحى إليه، يوحى إليه لا يعني أنه جبرائيل ينزل عليه، نزل جبرائيل عادي عند رسول الله، جبرائيل تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وآله. عندما كان يوحى إليه رسول الله، أعظم خلق الله، كان يهتز جسمه، وحي الله صعب، رسول الله بصعوبة يتحمل وحي الله. تتوقع أن جبرائيل يتمكن أن يتحمل وحي الله عز وجل، يتحمل أوامر الله سبحانه وتعالى؟ لا يتمكن، ليست له قدرة هذا الشيء، هذا الشيء ثقيل، جبرائيل لا يتمكن من هذا الشيء الثقيل. مع عظمته جبرائيل، جبرائيل عنده واسطة، جبرائيل لا يأخذ الأوامر مباشرة من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى واسطة. من يكون الواسطة؟ حتى جبرائيل سيد الملائكة يأخذ الأوامر منه. الواسطة أنوار محمد وآل محمد، بصريح العبارة. الواسطة الروح، صحيح؟ ما هي الروح؟ لا عفوا، ما هو الروح؟ هذا الروح مذكر ليس مؤنثا، هذا الروح الذي هو واسطة. جبرائيل لا يتمكن أن يأخذ أوامره من الله، يحتاج إلى واسطة. هذا الروح ما هو؟ شرحت لكم سابقا هذا الروح. قضية عادية نفهمها أصلا بعقولنا، نفهمها، نعم، تحتاج إلى واسطة. على ما ببالي ذكرت لكم هذا المثال سابقا، أنت تريد أن توصل جهاز كهربائي صغير بمركز ضخم كبير للكهرباء، في أول لحظة ينفجر أو لا ينفجر؟ في ثانية واحدة، أقل من ثانية ينفجر الجهاز. لا يتمكن الجهاز العادي، لا يتمكن أن يستقبل شحنة قوية من الكهرباء. هذه الشحنات يلزم أن تخفف إلى أن تصل إلى هذا الجهاز. أوامر الله شحنة قوية، شحنة عظيمة صعبة. الله هذا، كنت أريد أن أذكر أجوبة لبعض الأسئلة المرتبطة بهذا المعنى.
ولكن نترك تلك الأسئلة وأجوبتها لوقت آخر. خلاصة القول أن أشرف مخلوق، أشرف مخلوقات الله، لماذا أصبحوا أشرف مخلوقات الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيهم أشياء ما أودعها في أحد، هذا معنى أشرف خلق الله. من الذي يكون أهلا أن يستقبل أوامر الله غير أشرف خلق الله يتمكن؟ لنفرض أن غير هؤلاء أيضا يتمكن، فهؤلاء أقدر. لنفرض أن جبرائيل يتمكن، إذا جبرائيل كان يتمكن رسول الله لا يتمكن؟ جبرائيل يتمكن أن يستقبل، فرضا طبعا جبرائيل لا يتمكن، ولكن أقول جبرائيل سلام الله عليه لو كان متمكنا من ذلك، فمن هو أعظم من جبرائيل؟ قطعا يتمكن أن يستقبل أوامر الله وينفذ أوامر الله. نستصعب على جبرائيل؟ لا نستصعب. على رسول الله نستصعب؟ لماذا؟ على أمير المؤمنين نستصعب؟ على الإمام الصادق نستصعب؟ أليس جبرائيل خادما عندهم ويتشرف ويفتخر؟ صلوات الله على جبرائيل، يتشرف ويفتخر أن يكون خادما عند رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نعم، أشرف خلق الله، الله عز وجل جعل فيهم أشياء ما جعلها لأحد، وهذا متواتر في الروايات الشريفة. من جملة تلك الأشياء التي جعل فيهم أن جعل فيهم القدرة على استقبال أوامر الله عز وجل وتفريغ هذه الأوامر في الخلق، سواء في البعد التكويني، الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، إنبات الشجر، كل هذه الأشياء في البعد التكويني، أو في البعد التشريعي، أوامر الله سبحانه وتعالى، الصلاة واجبة، الشيء الفلاني واجب. أهل البيت هم الذين عندهم القابلية، عندهم الأداة لاستقبال أوامر الله سبحانه وتعالى تكوينا وتشريعا وتفريغ هذه الأوامر في خلقه. الحديث في هذا المجال طويل وله توابع، إن وفقنا لتلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يزيدنا معرفة بهم، أن يزيدنا حبا لهم، أن يزيدنا ولاء لهم، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الدنيا والآخرة شفاعتهم وفي الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.